أسعدتم صباحا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى عدد هذا اليوم من برنامج موضوع اليوم، ونخصص جزءه الأول لقمة ماد 9 التي انعقدت الجمعة الماضية في مالطا بحضور قادة الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط لبحث أزمة الهجرة. البيان الختامي لهذه القمة دعا خلاله الأعضاء إلى استجابة موحدة وبنيوية لأزمة الهجرة، ويأتي هذا في ظل تفاقم أزمة المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر مياه المتوسط. متابعة لهذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ مصطفى طوصة الكاتب والخبير في الشؤون الأوروبية. أهلا وسهلا بك سيدي. صباح الخير إيمان. إلى أي حد أستاذ مصطفى طوصة حققت قمة ماد 9 التي انعقدت في مالطا، حققت المرجو منها والمنشود، وهو محاولة الاقتراب من تلك الاستجابة الموحدة والبنيوية لهذه الأزمة في ظل الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بخصوص تدبيرها؟ نعم، هذه القمة التي شاركت فيها الدول المتوسطية العضوة في الاتحاد الأوروبي كان الهدف منها وهو هدف تشاوري لمحاولة صياغة مقاربة أوروبية موحدة قد تطرح لطاولة النقاش والمفاوضات خلال القمة الأوروبية التي ستنعقد هذا الشهر في بروكسل. لذلك الآن لحد الساعة ما لمسناه وهو أن هناك يعني إرادة سياسية من طرف هذه الدول أن تكون هناك أجوبة متناغمة ومتجانسة ومتضامنة بين هذه الدول. هل هذا يعني أن كل هذه الدول المطلة على البحر المتوسط قد استطاعت أن تتجاوز خلافاتها؟ يعني هذا غير مؤكد، خصوصا إذا يعني لمسنا أن هناك توتر كبير بين الإيطاليين والفرنسيين من جهة، بين الإيطاليين والألمان من جهة، لدرجة أن جورجيا ميلوني يعني هددت باتخاذ مقاربات وخطوات يعني هي قد تضرب في الصميم يعني المقاربة الأوروبية المشتركة. يعني نعم هذا اجتماع تشاوري لكن لم تتمخض عنه أي حلول يعني قوية بالنسبة للمقاربة الأوروبية المنتظرة. ألم تظهر حتى تباشير تلك الحلول؟ ألم يتحقق أو ألم تتحقق نوع من حلحلة المواقف، علما بأن بلدان الجنوب الأوروبي، تلك البلدان التي هي في الخطوط الأمامية فيما يتصل بقضية الهجرة، ضاقت ذرعا بالأدوار المطلوبة منها وبما تتكبده من عناء وكلفة هذه الهجرة التي تعتبر بأنها تدفعها لوحدها أو تدفعها أكثر من باقي بلدان الشمال، والحال أنها هي من تحول دون وصول الأمواج البشرية إلى أوروبا بشكل عام. نعم، هناك بداية انفراجة جسدها يعني التفاهم الفرنسي الإيطالي، يعني بين إيمانويل ماكرون وجورجيا ميلوني كانت هناك حرب أعصاب، حرب سياسية، حرب تواصلية. يبدو أن يعني الزعيمين أصبحا يتبنيان نفس الطرح، لكن في نفس الوقت يعني بيت القصيد هنا وهي إيطاليا. إيطاليا تقول أنها يجب أن نخرج من هذه المقاربة الأوروبية التي يعني ترغم بلدان الوصول بين قوسين أن يدرسوا كل الملفات لطالبي اللجوء، بعد ذلك تتم عملية توزيع عادل لما يسمى بالحصة أو الكوتا على باقي الدول. ألمانيا إيطاليا تقول أنها غير قادرة على استيعاب هذه الأمواج وأن يجب على الأوروبيين أن يتجاوزوا هذه النظرة القانونية، هذه المسطرة القانونية التي تقول بأن على البلدان الوصول هي مسؤولية دراسة هذه الملفات، وأن عندما يتم يعني إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط يجب يعني إيصالهم إلى أقرب ميناء ممكن، وعادة هنا يكون أقرب ميناء هو يعني فضاءات إيطاليا كجزيرة لامبيدوزا أو اليونان أو إسبانيا. وهنا خرجت السيدة ميلوني بفكرة جهنمية
ربما قد يعني تبعثر كل الأوراق الأوروبية قالت إذا لم يكن هناك موقف أوروبي قوي وحازم ولم يكن هناك دعم أوروبي لإيطاليا فإنها ستطلب أو ستقترح أن يتم استقبال كل البواخر المحملة بالمهاجرين انطلاقا من العلم الذي تحمله هذه البواخر. إذا كانت هذه البواخر التي تنقذ المهاجرين تحمل يعني علما إسبانيا فهي عليها أن تتوجه إلى إسبانيا، إذا كانت تحمل علما فرنسيا فعليها أن تتوجه إلى فرنسا، إذا كانت تحمل أي علم بأي دولة فعليها أن تتوجه إلى هذه الفرنسا. هذا التهديد الإيطالي الآن هو المطروح حاليا على طاولة المفاوضات، والكل يعني يقول بأن جورجيا ميلوني يعني خرجت بهذه الفكرة لمحاولة الضغط ولمحاولة وكأنها تضع يعني الكرة في مرمى وكأنها تضع الكرة في مرمى الجميع وتضع الجميع أمام مسؤولياته فيما يتصل بهذه أو بهذا الإجراء أساسا. كيف أثرت ربما الأرقام المتداولة بخصوص عدد من فقدوا حياتهم في البحر خلال الآونة الأخيرة، كيف تؤثر على سير هذه المفاوضات وكيف ربما تصعب المهمة؟ اليوم نتحدث عن أكثر من 2500 مهاجر فقدوا حياتهم في عرض مياه المتوسط، بمعنى أن هناك موجة هجرة وهناك تدفق كبير على الجزء الجنوبي من القارة. نعم إذن الكل يعني يقر بأن بحيرة البحر الأبيض المتوسط تحولت إلى مقبرة جماعية للمهاجرين الأفارقة الذين يريدون أن يتوجهوا إلى التراب الأوروبي لتحقيق ما يقال عنه الحلم الأوروبي. البابا فرانسوا الذي زار مؤخرا مدينة مارسيليا الفرنسية يعني في كلامه وفي خطابه دعا الأوروبيين إلى فتح أحضانهم لهؤلاء اللاجئين، فتح أبوابهم لهؤلاء اللاجئين، وهذا البابا يعني وضع الطبقة السياسية الحاكمة في أوروبا في موقف حرج، لدرجة أن الرئيس إيمانويل ماكرون أرغم على أن يتقاسم مع البابا نفس الاستقبال ونفس الانفتاح ونفس عقلية الانفتاح، وفي نفس الوقت أعطى الحق لوزير داخليته جيرال دارمانان أنه لن يكون هناك أي يعني مهاجر إضافي يستقبل في فرنسا في هذه الظروف. نعم هناك صدمة قوية بالنسبة للرأي العام الأوروبي والفرنسي من تكاثر هؤلاء المرشحين للهجرة. هناك من يقول بأن هذا التكاثر هو تكاثر بسبب يعني انغلاق البوابة المغربية الإسبانية، لأن هناك يعني سياسة مشتركة بين إسبانيا والمغرب تقلل من حجم المهاجرين. هناك أيضا انغلاق البوابة التركية اليونانية، تركيا طيب أردوغان يعني كان وقع صفقة عملاقة مع دول الاتحاد الأوروبي بملايير اليوروهات، وهو الآن يحاول أن يغلق أو يقلل من حجم المهاجرين أو المرشحين للهجرة. بقيت البوابة التونسية والليبية، الليبية بسبب ما يعيشه هذا البلد من حرب أهلية، من غياب سلطة مركزية، يعني من أنشطة لقنوات التجار بالبشر، وتونس أيضا بسبب نفس المشاكل، لكن بسبب عدم قدرة النظام التونسي على تنزيل التعهدات التي وقعها مع دول الاتحاد الأوروبي. هنا فقط أريد أن أذكر بأن دول الاتحاد الأوروبي حاولت يعني قبل أن تقع أزمة ومأساة لامبيدوزا حاولت أن توقع صفقة مع تونس بموجبها تعطيها يعني مالا ودعما اقتصاديا وتدعمها أيضا على المستوى السياسي والاقتصادي لدى المؤسسات الدولية لكي تحصل على دعم، لكن يبدو أن النظام الذي موجود حاليا في تونس بزعامة قيس سعيد لم ينفذ هذه الالتزامات، لم يحارب بالفاعلية والجدية الضرورية قنوات التجار بالبشر، وبقي هذا النزيف الذي يأتي من تونس تجاه لامبيدوزا وإيطاليا، ومن ثم هناك إقرار من طرف الاتحاد الأوروبي بفشل مثل هذه الصفقة التي كانت دول الاتحاد الأوروبي تنوي وتحلم بأن توقع مثلها مع المغرب، مع الجزائر، مع ليبيا ومع مصر. هذا الفشل التونسي الأوروبي يعني كانت لديه انعكاسات سلبية، وهو الذي يمكن أيضا أن يعيد الكرة إلى المربع الأول على طاولة المجتمعين في قمة بروكسل هذا الشهر حول هذه الإشكالية.
طيب نعود لغياب ألمانيا عن قمة ميد 9 وخلافها مع إيطاليا، وكيف أن إيطاليا تلوم ألمانيا وتعتبر بأن ما تنفقه ألمانيا، وهي تدعم عددا من المنظمات غير الحكومية التي تشتغل في إغاثة أو تعمل على إغاثة المهاجرين غير الشرعيين. قربنا أكثر من جوهر الخلاف والاتجاه الذي ربما تحاول إيطاليا أن تدفع له النقاش. هناك واجب قانوني، هناك أيضا واجب أخلاقي تجاه من ركب البحر. هل سنتركهم يغرقون في مياه المتوسط؟ نعم إيمان، هو غياب ألمانيا في مؤتمر الميد 9 الذي عقد في مالطا هو شيء طبيعي، لأن ألمانيا بالرغم من أنها عضو مهم في الاتحاد الأوروبي هي ليست دولة متوسطية، وهذا الاجتماع كان مخصص فقط للدول التي تتقاسم المتوسط. هذا يعني هذا هو الذي يشرح غياب ألمانيا. أما بالنسبة للخلاف الألماني الإيطالي، إيطاليا كانت تريد يعني أن عندما تستقبل أو ترغم على استقبال هؤلاء المهاجرين أن يتم توزيعهم بطريقة عفوية وتلقائية على الدول الأوروبية. هذا ما رفضته ألمانيا الآن، لأن ألمانيا عام 2014 و2015 كانت فتحت أبوابها إلى تقريبا مليون لاجئ سوري، وكانت وقتها أنجيلا ميركل استطاعت أن تقنع المجموعة الدولية بأنها يعني تهب لنجدة هؤلاء المهاجرين والنازحين واللاجئين. لكن اليوم ألمانيا تعيش يعني كفرنسا، نفس الوضع كفرنسا، هناك انتعاش قوي لليمين المتطرف في شخص حزب يدعى الأيفدي، وهذا الحزب يعني يستغل أزمة المهاجرين ويستغل يعني مجيئهم بهذا الزخم إلى المجتمع الألماني لكي يحقق نتائج إيجابية واختراقات في الانتخابات المقبلة. ودخل مؤخرا إلى البوندستاغ، وكل الاستطلاعات رأي تقول أنه إذا توالت هذه الأمواج من الهجرة إلى الوصول إلى ألمانيا فإن هذا الحزب المتطرف ربما قد يتصدر يعني السلطة في ألمانيا. الحكومة الألمانية حاليا تريد أن تضع نقطة لهذه الإشكالية، وبعثت برسائل لألمانيا مفادها أنه لحد الساعة يجب تطبيق المسطرة الأوروبية، أنكم يجب عليكم أن تستقبلوا هؤلاء المهاجرين بدعم اقتصادي من أوروبا، وبعد ذلك يجب توزيعهم بطريقة عادلة على كل الدول الأوروبية 27. وهنا إيمان يجب الإشارة هنا إلى أن ليست فقط ألمانيا التي بدأت ترفض مثل هذه المقاربات الإيطالية، هناك أيضا دول في أوروبا الشرقية التي أغلقت أبوابها نهائيا لأي حصة تأتيها من إيطاليا. والمسطرة والقانون الإيطالي، المقاربة القانون الأوروبي، المقاربة الأوروبية الأخيرة تقول أنه إذا رفض أي بلد أوروبي استقبال حصته بين قوسين الطبيعية والقانونية فإنه سيرغم على أن يدفع غرامة مالية قيمتها 20,000 يورو لكل ملف رفض، لكل مهاجر رفض. ويبدو أن بعض الدول الأوروبية تفضل أن تدفع هذه الغرامة المالية عوض استقبال اللاجئين. هذا يعطينا فكرة عن أهمية يعني الكابوس السياسي الذي أصبحت هذه الظاهرة تشكله على المجتمعات الأوروبية، أين اليمين المتطرف أصبح ينتعش بقوة كبيرة. طيب، نتعلق الأمر بكابوس سياسي كما وصفته، وهناك كلفة اقتصادية واجتماعية، كلفة أمنية أيضا. لماذا أوروبا تركز كل جهودها، والحال أنها لم تصل حتى إلى توافق بهذا الشأن، تركز هذه المجهودات على هذه المقاربة ربما التي لن تجدي نفعا في احتواء الظاهرة؟ المطلوب هو مقاربة شاملة طبعا بشراكة مع دول شمال إفريقيا وبشراكة مع القارة الإفريقية من أجل احتواء أزمة الهجرة من المنبع. نعم، ومعك حق إيمان، وهذه النقطة مهمة، لأنني كنت سأأتي إلى ما يقترحه
الرئيس إيمانويل ماكرون فرنسا في اجتماع الميد 9، والذي وهي التي ستعطينا أفكارا عن الأرضية التي ستدافع عنها فرنسا وألمانيا ربما في الاجتماعات المقبلة. نعم، هم يقولون بأنه لمحاربة هذه الهجرة السرية يجب التعامل مع نقطتين أساسيتين. نقطة البلد المصدر لهؤلاء النازحين والمهاجرين، يعني يجب إقامة شراكة اقتصادية وتعاون اقتصادي كبير وطموح بين دول الاتحاد الأوروبي وهذه الدول التي تقليديا هي التي تصدر هؤلاء المهاجرين، خصوصا الدول الإفريقية. هذا مشروع، هذه الأفكار كانت دائما مطروحة لكن أصبحت الآن تطرح بحدة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تركز عليها فرنسا، وهو يجب التعامل مع أيضا بلدان العبور. وبلدان العبور هنا الفكرة ليس فقط تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي، ولكن أيضا نشر بعض القوات الأوروبية لمحاربة بين قوسين، هنا أتحدث عن بين قوسين، بعض الكوادر الأوروبية في تونس في بعض البلدان للمشاركة في محاربة قنوات التجار بالبشر. وفرنسا تقول بأنه هذا لا يجب أن يفاجأ أو أن يستفز هذه الدول، لأنها هي وقعت مؤخرا ومنذ سنوات لكن جددت التوقيع عليه نفس الاتفاق التي توقعه حاليا مع بريطانيا. منطقة كالي مثلا هي التي تعتبر الحدود البريطانية، بريطانيا تدفع أموال طائلة لفرنسا، تبعث بقوى خاصة كوادر بريطانية يشاركون في محاربة الهجرة السرية. هذا النموذج البريطاني الفرنسي تريد فرنسا أن يعني تتعامل به مع دول المتوسط الذين يعتبرون بلدان العبور، وهنا الإشارة واضحة إلى المغرب، إلى الجزائر، إلى تونس، إلى ليبيا وإلى مصر. هل سينجح الرئيس الفرنسي في إقناع، أولا في إقناع الدول الأوروبية أن تنخرط في هذا المشروع؟ نعم. وهل سينجح أيضا في إقناع الدول المتوسطية ودول الجنوب المتوسط في التعامل بطريقة متناغمة معه في هذا المشروع؟ وأنا هنا الإشارة واضحة بأن إذا أردنا أن نتوصل إلى نتائج أمنية واقتصادية يجب أن يكون هناك حوار سياسي متناغم ومتجانس مع هذه الدول، وأن لا تكون هناك أزمات وتحديات بين هذه الدول. لكن هذه الأفكار حاليا مطروحة بقوة على طاولة النقاشات. كيف تبدو لكم الأمور أستاذ مصطفى طوسى؟ هل تنسق أوروبا المواقف فيما بينها قبل أن تخاطب جنوب المتوسط، أم أنه بالإمكان وضع كل هذه الأمور وإطلاق النقاشات بشكل موازي وإشراك دول الشمال الإفريقي الجنوب المتوسطي في هذه الأفكار التي تروج؟ كيف ربما يمكن الوصول إلى حلول وإلى مقاربة تكون شاملة، مقاربة موحدة، مقاربة بنيوية على صعيد الضفتين وليس فقط في الشمال الأوروبي؟ نعم، وهذا هو بيت القصيد إيمان إذا سمحت. يعني الأوروبيون يريدون أن يخاطبوا القارة الإفريقية، سواء تعلق الأمر ببلدان التي تأتي منها غالبية المهاجرين أو بلدان العبور، يريدون أن يخاطبوها بلغة واحدة، بينما هم أنفسهم ليسوا متفقين. هناك خلافات جوهرية بين فرنسا وألمانيا، بين فرنسا وإسبانيا، بين ألمانيا. إذن لحد الساعة التحدي الكبير حتى الدول الأوروبية بين غرب وشرق أوروبا، هناك شرخ كبير بين دول أوروبا الشرقية. لذلك يعني التحدي الكبير حاليا وهو أن تتفق أوروبا على مقاربة واحدة، على خطاب واحد، على حل واحد لهذه الأزمة. ولحد الساعة هناك تحدي كبير، ولا أحد صراحة يمكن أن يقول بأنه بعصا سحرية يمكن إنتاج هذا الموقف الموحد، خصوصا وأنه في هذه القضايا الحساسة إذا أردنا أن يكون هناك موقف أوروبي يجب أن تكون الدول 27 في دول الاتحاد الأوروبي متفقة على اتخاذ الحل، تبني التداعيات، ويعني الالتزام بالمستقبل. ولحد الساعة المشكلة الأساسية هو الخلاف الأوروبي. عندما يتم تجاوز هذا الخلاف الأوروبي هناك يمكن أن نتحدث مع حوار مع مجموعات إقليمية في إفريقيا، سواء تعلق الأمر في شمال إفريقيا أو في الساحل أو في المناطق الأخرى. طيب كيف ينظر الرأي العام الأوروبي إن جاز لنا
أن نضع ربما الرأي العام في إيطاليا، الرأي العام في ألمانيا، في فرنسا، في مجموع الأقطار الأوروبية، كيف يتابعون هذا النقاش بخصوص الهجرة؟ كيف يقاربون الأمور؟ إلى أي حد ينظرون إلى الهجرة بمنطق الأزمة المستفحلة في تراب القارة؟ وإلى أي حد اليمين المتطرف في عموم الأقطار الأوروبية استطاع أن ربما يقنع الرأي العام ويشيطن المهاجرين ويجعل الرأي العام الأوروبي يتخذ ذلك الموقف الرافض والمندد وربما حتى العدائي من أفواج المهاجرين وطالبي اللجوء؟ نعم إيمان، هذه أزمة الهجرة جاءت في ظرفية سياسية خاصة واستثنائية بالنسبة لأوروبا، ظرفية تعرف انتعاش اليمين المتطرف. في فرنسا بالرغم من كل يعني المتفائلين، هناك إمكانية كبيرة أن تصل مارين لوبين إلى السلطة، إلى قصر الإليزي في الانتخابات المقبلة. في إيطاليا وصلت جورجيا ميلوني. في ألمانيا هناك اليمين المتطرف يعني قوي ويهدد. في إسبانيا، في كل هذه البلدان، هذه القوى المتطرفة تستغل هذه الصور وهذه الفيديوهات التي تبين أن هناك نزوح جماعي من قارة إفريقية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا يعطي يعني مضمونا للبروباغندا التي استعملتها وتستعمل ويستعملها اليمين المتطرف. أنا فقط أذكرك بأن مثلا واحد زي كإيريك زيمور، وهو أيقونة اليمين الراديكالي المتطرف وأكثر تطرف من مارين لوبين، كان بنى مجده السياسي والإعلامي والانتخابي على الترويج لنظرية الاستبدال الكبير، لو غران رومبلاسمون. وعندما المواطن الأوروبي العادي عندما ينظر إلى هذه القوارب الكثيرة وهذه الأعداد من الأفارقة الذين ينهالون على جزيرة لامبودوزا وعلى التراب الوطني، فهو يصدق مثل هذه البروباغندا التي تقول بأن هناك قارة تنتقل إلى قارة أخرى، وهنا القصد بإفريقيا وأوروبا. لذلك هناك استعمال سياسوي لهذه الأزمة، وهناك من في صالحه أن تستفحل هذه الأزمة ولا يريد أي حلول، لأنه يعتقد بأن هذه الأزمة هي الحصان التي ستوصله إلى السلطة غدا. ليس من مصلحة اليمين المتطرف حاليا أن يوجد أي حل لهذه الأزمة، سواء حل عقلاني أو سياسي، لأن ذلك سيساعدهم في حملتهم الانتخابية، سواء في الانتخابات الأوروبية التي ستجري في حزيران يونيو المقبل، أو في الانتخابات الفرنسية في فرنسا عام 27، أو في كل الاقتراعات التي تنتظر الدول الأوروبية. اليمين المتطرف من صالحه أن تبقى هذه الأزمة على أوجها، لأنها هي التي تلعب بطريقة إيجابية في حملته الانتخابية والاستقطابية. طيب، قادة الاتحاد الأوروبي سيلتقون بعد أيام في بروكسل، ستحضر ألمانيا، هناك مخرجات هذا الاجتماع، قمة ميد 9 التي انعقدت بمالطا، هناك بيان ختامي، هناك تلك الدعوة إلى محاولة اعتماد سياسة بنيوية وموحدة لمواجهة أزمة الهجرة. كيف تتوقعون أن تكون النقاشات عندما سيلتئم قادة الأقطار، أقطار الاتحاد الأوروبي؟ في أي اتجاه ستسير الأمور؟ هل تتفائلون بإمكانية ربما التقدم خطوات إلى الأمام بخصوص تبني هذه السياسة الموحدة والبنيوية؟ صراحة أنا شخصيا متشائم في إمكانية التوصل إلى توافق أوروبي بين الدول غرب أوروبا ودول شرق أوروبا، لأن دول شرق أوروبا هناك بين هذه المجموعتين هناك شرخ كبير، شرخ حول الهجرة، شرخ حول السياسة، شرخ حول الحرب على أوكرانيا، يعني هناك خلافات كبيرة. ولا صراحة أتوقع أنه بعصا سحرية يمكن أن نقنع هذه الدول للانضمام إلى الإجماع الأوروبي. أتوقع أيضا أن يكون هناك تعبير قوي عن تضامن دول الاتحاد الأوروبي مع دول الولوج، يعني كإيطاليا وإسبانيا واليونان، وقد يكون ذلك عبر رفع حجم الأموال والدعم الاقتصادي الذي سيقدم لهذه الدول، يعني كإيطاليا. لكن صراحة النقطة التي يجب التركيز عليها ويجب ملاحظتها بطريقة قوية، وهو هذا التهديد
الذي عبرت عنه جورجيا ميلوني أنه إذا لم تحصل على ما تريد من طرف دول الاتحاد الأوروبي فإنها ستتخذ قراراً يغلق موانئ إيطاليا لكل البواخر التي لا تحمل العلم الإيطالي التي ذهبت لإنقاذ. هل يؤخذ تهديدها على محمل الجد أستاذ نعم مصطفى؟ نعم يؤخذ، هل يؤخذ على محمل الجد؟ نعم يؤخذ تهديدها على محمل الجد لسبب بسيط، وهو أن جورجيا ميلوني ليس لديها شيء تخسره في هذه القضية. هي تم انتخابها على أساس أنها ستوقف هذا المد وهذه الهجرة. الواقع يقول بأنها فشلت، ولكن عندما يفشل شخص ويريد أن يبقى في السلطة، خصوصا وأن لديها يعني طموحات في المستقبل، يعني ممكن أن تفعل كل الأوراق التي تملكها من أجل الضغط على المنظومة الاتحاد الأوروبي. وهذه الورقة ورقة البواخر التي يعني تحمل علم الدول غير إيطاليا، هذه ورقة يمكن أن تستعمله. لكن أنا في اعتقادي أيضا أن هناك بعض الدول الأوروبية التي يعني قد ترضخ لمثل هذه التهديدات وتستجيب لمطالب إيطاليا، وهنا نتحدث عن حجم الدعم الاقتصادي والمالي الذي قد تقدمه باستثنائيا دول الاتحاد الأوروبي لإيطاليا، خصوصا وأن إيطاليا هي في الواجهة الأولى لإدارة هذه الأزمة ولتحمل يعني عبئها الاقتصادي والاجتماعي والأمني. السيد مصطفى طوصى الكاتب المتخصص في الشؤون الأوروبية، كنت ضيفنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك. شكرا. فاصل قصير نلتقي بعده مباشرة مشاهدينا لاستكمال ثاني أجزاء عدد اليوم من برنامج موضوع اليوم. فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد، وأهلا بكل من انضم إلينا في الجزء الثاني من موضوع اليوم. نتطرق فيه مشاهدينا لمسارات الحرب الروسية الأوكرانية وعجز طرفي النزاع عن حسم المعارك لصالحه حتى اللحظة، مع ما تكلف هذه الحرب لطرفيها. يسعدنا أن نستضيف من كييف الأستاذ عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، وسينضم إلينا لاحقا من برلين الأستاذ رضوان القاسم مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك بداية أستاذ عماد أبو الرب. تحياتي لكم والأستاذ المشاهدين. الجزء الثاني كما قلنا من حلقة اليوم من برنامج موضوع اليوم سنخصصه لمسارات الحرب الروسية الأوكرانية على ضوء التطورات الميدانية وآخر هذه التطورات التي سجلت على مدى الأيام القليلة الماضية. في أي نقطة تقف الحرب اليوم؟ أين نحن من سعي كل طرف من طرفيها إلى حسم المعارك لصالحه، والحال أن الميدان جاء بغير ذلك وما تزال المعارك طبعا الدائرة رحاها في الأراضي الأوكرانية، ما تزال الأمور غير محسومة لا لروسيا ولا لأوكرانيا؟ صحيح. بداية لعلي أبدأ من النقطة الأشد يعني ضررا، وهي غياب المسار الموازي للحرب، هو مسار التفاوض والحوار الدبلوماسي. لكن في ظل هذا الغياب وفي ظل غياب دور الأمم المتحدة، لا زال الطرفان يحاولان الحصول على مكتسبات جديدة على أرض الواقع. نتكلم عن محاولة خلال الأسبوع الماضي والأيام القليلة الماضية لتكثيف الهجمات الروسية من خلال تكثيف عدد الطائرات المسيرة بشكل غير مسبوق، وهذا شمل مهاجمة العاصمة كييف بداية، مهاجمة خرسون، مدينة إزمايل وموانئها، مدينة خاركوف، سومي وزاباروجيا اللواتي يتعرضن لهجمات يومية. وهذه الهجمات أحيانا تصيب بنى تحتية لا تعلن عنها الحكومة تحديدا، ولكن غالبا ما تصيب أماكن مدنية، ويقع المدنيين ضحية لهذه القصفات أو لشظايا الطائرات والصواريخ التي يتم إسقاطها. في المقابل أيضا أوكرانيا تحقق حراك جديد من خلال أنها نجحت في الوصول مجددا إلى شبه جزيرة القرم، إلى قصف مواقع عسكرية، قواعد عسكرية، مطار عسكري، والأسبوع الماضي كما نعلم كان قصف مقر قيادة الأسطول البحري العسكري الروسي
والذي دمر بشكل كبير ووقع هناك العديد من الضحايا، إضافة إلى أيضا أن أوكرانيا استطاعت أن تجد حلفاء من خلال تغيير معادلة الدعم، وأعني بذلك التوافق على التصنيع العسكري داخل أوكرانيا أو في الحدود القريبة من أوكرانيا. في نفس النقطة سأشرك ضيفي الأستاذ رضوان القاسم مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية، التحق بنا قبل لحظات. بداية أهلا وسهلا بك، وهو نفس السؤال أطرحه عليك أستاذ رضوان القاسم، في أي نقطة نقف اليوم؟ في لحظة من اللحظات بدأ وكأن الحرب ستحسم لصالح موسكو، بعد ذلك عادت أوكرانيا لتحقق الانتصارات والمكاسب، مرت شهور طويلة ولم تحسم المعركة لأي من طرفيها. نعم، أولا تحياتي لك ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم. واضح أن المعركة لن تحسم نهائيا في هذه الفترة القريبة، لكن على المدى الطويل أصبح من الواضح، وحتى ليس طويل ببعيد، يعني ربما أشهر وتتبين الأمور وتنجلي أكثر فأكثر، وخاصة أن هنالك تراجع للداعمين لأوكرانيا من الولايات المتحدة الأمريكية، من الدول الأوروبية، وهذا ما يضعف الموقف الأوكراني، لأنهم لم يتقدموا ولم ينجزوا أي إنجاز على الأرض. من هنا بدأ التذمر في الكثير من الدول الأوروبية، وكثير من المواقف التي سمعناها مؤخرا حول الدعم الأوكراني وما فائدته، وخاصة أنه يعني يأتي بالضرر على الاقتصاد الغربي وخاصة الدول الأوروبية، ويأتي بالضرر على الوضع العسكري لهم، حيث أن خلت مخازنهم من الزخيرة والعتاد وذهبت هدرا دون أي تقدم على الأرض. هذا ما سيغير الموقف الدولي، وبدأ رأيناه يعني حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمهوريون أحجبوا عن دعمهم أو موقفهم لدعم أوكرانيا ماديا، مما أخرج الموازنة مؤخرا دون الدعم لأوكرانيا، وهذا الرئيس بايدن يتوسل الجمهوريين اليوم لإعادة هذا الدعم. ويعني هذه نكسة اقتصادية وسياسية للسياسات الأمريكية في أوكرانيا، أضيف إلى أن ما رأيناه مثلا من انتصار لحزب اليسار الذي يعارض دعم أوكرانيا ويقف إلى جانب روسيا في سلوفاكيا، خير دليل على المواقف الأوروبية المتزعزعة والتي بدأت تتراجع باتجاه مختلف تماما، وبدأ الحديث عن حوار ويعني تلاق مع روسيا طبعا من بعض الدول. اليوم يجتمع وزراء الخارجية الغربيون في كييف خوفا من سقوط سياستهم التي بدأت تتزعزع وتتهاوى شيئا فشيئا، ونتيجة ذلك خلال صمود الجيش الروسي في كل هذه الفترة مقابل ما يسمى هجوم مضاد، والذي جعلوا منه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية جعلوا له بروباغندا يعني ربما أكثر بكثير مما كان مفترض، وكانت النتائج سلبية إلى أكثر من المتوقع. من هنا لا أرى أنه هنالك تغيير جذري على الأرض، أقله في الوقت الحاضر، لكن بالأشهر القليلة المقبلة سيكون هنالك الوضع مختلف تماما عما هو عليه. نعم. اليوم سأعود مجددا إلى كييف لأرى إذا كان ضيفي هناك الأستاذ عماد أبو غروب يتقاسم معكم نفس التشخيص، وخاصة بخصوص الدعم الغربي لكييف. الولايات المتحدة الأمريكية تعالت أصوات الرفض لتورط أو ما وصف بتورط أمريكا في الحرب الروسية الأوكرانية، هناك من ذكر بالخلافات التي وقعت أثناء الحرب الأمريكية في فيتنام، أيضا الرأي العام الغربي في عدد من الأقطار الأوروبية بدأ يشعر بالسأم من القتال ومن أشهر القتال الطويلة، وأيضا من الاستنزاف المادي والبشري الذي وقع أكثر من عام ونصف العام. هل تكون هذه الأمور فارقة في تغليب كفة الروس وفي إنهاء هذه الحرب في غضون أشهر قليلة كما قال بذلك ضيفي في برلين؟
نحن نكرر مرة أخرى ونرحب أيضا بالدكتور الأستاذ رضوان. حقيقة بالنسبة بداية نتمنى وقف هذه الحرب والوصول لتسوية عادلة بين الجانبين ليعودا دولة جوار أبدي كامل بسلم دائم وليس سلم مؤقت، ولكن للأسف في ظل غياب يعني التقارب بين الجانبين وعدم وجود وساطة يعني استطاعت أن توصل الطرفين للحفاظ على مسار موازي للحرب والتفاوض، لا أجد أي انقسام واضح قوي مباشر في الجانب الأوروبي، بمعنى أن القيادات تصدر قرارات قطعية بتصويت البرلمان أو بقرارات سيادية للرؤساء هذه الدول بمنع أو إضعاف أو تقليل الدعم. نعم كل العالم ليس فقط أوروبا متضرر من هذه الحرب، وروسيا متضررة والمتضرر الأكبر أوكرانيا، ولكن أوكرانيا وهي المعنية بالسلام وبإنهاء هذه الحرب هي الآن ليست يعني لم تترك لها روسيا أي خيار. لماذا؟ لأن إذا قبلت في الأمر الواقع يعني أنها ستتخلى عن 20% من مساحة أراضيها، وهذا الأمر ليس قرار للرئيس أو لوزير الدفاع ليتخذه، هذا قرار لابد أن يحصل فيه استفتاء كامل من الشعب الأوكراني، وبالتالي هذا الأمر شبه مستحيل، ويعني ذلك أن أوكرانيا ماضية في استكمال تواصلها مع شركائها وإطلاعهم على وقائع الأمور. الأمر الثاني باعتقادي لابد أيضا من قراءة المشهد بشكل آخر من خلال التعرف على أن هناك مصالح للغرب واضحة وقوية في مسألة الصراع ومسألة الحرب في أوكرانيا. أنا أتكلم الآن ليس فقط عن مصالح أمريكا وأوروبا، هناك أيضا دول بالتأكيد لها مصالح، بعضها لها مصلحة ألا تنتصر روسيا، بغض النظر هل المواجه أو الند لروسيا حاليا في الحرب هو أوكرانيا أو أي دولة أخرى، مجرد انتصار روسيا هذا أمر مرفوض لهذه الدول، فبالتالي هذه الدول ستبقى الداعم الأبرز والمحرك الأكبر لدعم أوكرانيا من خلال عدم وجود أي شرخ في الصف الأوروبي. هناك دول أيضا تتقاطع مصالحها بأنها تعتبر أن أوكرانيا أصبحت جزء من الأمن القومي للاتحاد الأوروبي وأنها بوابة لصد أي هجمات مستقبلة. أستاذ أبو الرب، فبالتالي السؤال هو إلى متى؟ إلى متى؟ مر أكثر من عام ونصف العام، وأيضا هناك الموقف الروسي ولنقل موقف بوتين، هل بوتين سيقبل أن يخسر الحرب؟ عندما تقولون بأنه يعني ما يفهم من كلامكم بأن الأمور ستطول، والإشكال الذي طرحتموه في المداخلة الأولى الذي يتعلق بغياب ذلك المسار الموازي للتسوية التي قد تحفظ ما وجه الجميع. بالتأكيد هذه هي مهمة حقيقة الأمم المتحدة، وأي جهود للوساطة المعقولة والمقبولة والجهود الإيجابية للوساطة أن توجد مخرجات حقيقية معتبرة مقبولة. الآن كل طرف سيرفض أن يخرج خاسر أو يخرج أمام الرأي العالمي أو الرأي الداخلي تحديداً أنه اتخذ قرار خاطئ في المواجهة، سواء روسيا في شن عمليتها أو أوكرانيا في صد هذه الهجمات، وبالتالي كيف يمكن أن نخرج الطرفين من هذا الأمر على أمل تحقيق الهدف الأسمى وهو وقف الحرب وإيجاد مسار تفاوضي وتسوية عادلة حقيقية تراعي أمن وسيادة الدول ضمن القانون الدولي. هذا الأمر قد يكون هناك مثلا على سبيل المثال اقتراح في إدارة المناطق لا أقول المتنازع عليها، لكن المناطق التي فعلا فيها الآن تعتبر يعني هي سبب رئيسي في استمرارية الحرب، قد يكون هناك طرح لآلية لإدارة هذه المناطق بما لا يتعارض مع وحدة وسيادة أوكرانيا ولا يهدد أيضا روسيا، فبالتالي قد تكون الآلية في ذلك إن وجدت تكون مخرج للطرفين. طيب. بشكل أو آخر مخرج للطرفين. سأعود إلى ضيفي في برلين الأستاذ رضوان القاسم. روسيا في مواجهة أوكرانيا، من سيتوسط؟
الخصم لا يمكن أن يكون حكما، الولايات المتحدة الأمريكية هي خصم في هذه الحرب، أيضا الدول الأوروبية هي خصم لروسيا في هذه الحرب، منظمة الأمم المتحدة صحيح هذا دور المنظمة الأممية، لكن يجب أن تكون مدعومة بقوى يسمع لها صوت وتكون وازنة وبإمكانها أن تقنع طرفي أي حرب، أن تقنعهما بالجلوس إلى طاولة التفاوض. من بإمكانه أن يقوم بدور الوساطة؟ من يمكن أن يكون مرشحا ليتوسط بين طرفي الحرب، والحال أن الحرب هي بين أطراف متعددة وليس طرفين كييف وموسكو؟ نعم صحيح، كان هنالك طرف واحد يؤمل عليه أن يكون وسيطا وهي ألمانيا، لكن للأسف الشديد دخلت ألمانيا في عمق هذه الحرب وتدخلت بشكل كبير جدا، وأصبحت ربما تكون هي ثانية دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية في الدعم لأوكرانيا، مما أخرجها من هذه الاحتمالية أن تكون وسيطا. بقي الأمر أمام الدول حقيقة، يعني بالنسبة للأمم المتحدة لا أحد يعول كثيرا على الأمم المتحدة لنكون صريحين، لأنها حتى في أي وساطة لم تأتي فعاليتها ولم يعني تعطي بنتائج، لا في أوكرانيا ولا لن يكون في أوكرانيا ولا أصلا في السابق في أي دولة في العالم كان هنالك خلافات وصراعات فيما بين هذه الدول. لكن الأكثر احتمالا هنالك دولتان رئيسيتان ربما أن يكونا وسيطين أو أقله لإحداهما وساطة يؤتي أكلها وتستطيع أن تفعل شيئا، وهي تركيا ومن ناحية والمملكة العربية السعودية والإمارات من ناحية أخرى. هاتان الدولتان هاتان تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات يمكن أن يلعبوا دور الوساطة في هذا المجال، وربما أيضا قطر، يعني نحن لا ننسى أن لهم علاقات قوية جدا وخاصة فيما يخص الطاقة، هنالك اتصالات مع الدول الغربية بشكل كبير وعلاقات قوية، وأيضا لا ننسى أن تركيا يعني وقفت حتى الآن موقف المحايد إلى يعني إذا صح التعبير، لأن نحن نعرف أن علاقات تركيا مع روسيا قوية جدا وهي عضو بحلف الناتو بالوقت ذاته. يعني هذان أو هذه الدول الثلاثة ربما الأكثر نجاعة إذا صح التعبير أو أكثر احتمالية لأن يقوموا بلعب الوسيط، وخاصة أن تركيا نجحت في مكان ما في وساطة بين الطرفين بين روسيا وأوكرانيا حول موضوع الحبوب، فإذا تطور هذا الأمر ربما يكون مفيد لكلا الطرفين، وخاصة أن تركيا اليوم تلعب يعني قادرة على لعب دور مهم مع الدول الأوروبية، ولكن هنالك تبقى مشكلة واحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك الكثير من الملفات العالقة فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، ربما هذا ما يعرقل الأمور. لكن السؤال قبل الحديث عن وساطات وعن اتفاقيات وإلى ما هنالك، هذا ممكن أن يعني يوجد الاتفاقية أو الوساطات ممكن أن توجد من قبل العديد من دول الاتحاد الأوروبي، هنالك هنغاريا، هنالك كثير من الدول ممكن أن تلعب دورا في هذا المجال، لكن الأهم هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد إيقاف هذه الحرب؟ هذا السؤال الحقيقي الذي يجب علينا أن نطرحه. الدول الأوروبية تسعى إلى وقف هذه الحرب اليوم أو بالأمس قبل اليوم واليوم قبل الغد، لكن هل الولايات المتحدة يعني حقيقة الموقف الأمريكي، هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من هذه اللعبة ولا تضغط على الأوروبيين؟ أنا لا أعتقد ذلك، بل تسعى إلى إطالة أمد الحرب للاستنزاف الروسي أكثر وقت ممكن، إلا إذا أتت الانتخابات الغير متوقعة بالنسبة لبايدن وخرج بايدن من الحكم وأتى ترامب، سيكون المشهد مختلف ليس فقط لأوكرانيا بل لكل دول أوروبية التي دعمت أوكرانيا. طيب أنتم تقولون أستاذ رضوان القاسم بأنه ربما من شروط إطلاق المسار الموازي هو الموقف الأمريكي ووضوح الموقف الأمريكي والإرادة السياسية في البيت الأبيض، أن يكون البيت الأبيض يريد فعلا التسوية السياسية لهذه الحرب. في نفس النقطة سأعود مجددا إلى ضيفي هناك في كييف، إذن
عطفا على ما تفضل به الأستاذ رضوان القاسم، وجود الإرادة السياسية الحقيقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وضع نقطة النهاية للحرب الروسية الأوكرانية هو شرط من الشروط. ما هي الشروط الأخرى أو الظروف التي تتعين تهيئتها من أجل إطلاق مسار أو مسار وساطة موازي بغض النظر عن طبيعة الوسيط؟ ويقول الأستاذ رضوان القاسم بأن ربما مرشحو الوساطة هم موجودون. بداية أنا أوافق الأستاذ رضوان على أن تركيا والسعودية بالذات والإمارات يعني يمكن أن يكون لها دور كبير كونها حيادها إيجابي حتى الآن، وأيضا لها تأثير وثقل سياسي واقتصادي وتأثير على العديد من الدول في العالم. المسألة الثانية بالنسبة لأوكرانيا وهي المعنية أكثر في وقف هذه الحرب، نحن نتكلم عن 30% من البنى التحتية الأوكرانية التي هدمت أو تضررت، نتكلم عن 20% من الأراضي المحتلة، فبالتالي كيف سيقبل لأوكرانيا أن تقبل باحتلال هذه الأراضي واستمرار هذا التهديد، خاصة أن التصريحات من الجانب الروسي لم تتوقف. السيد ميدفيديف للأسف يعني يكرر أكثر من مرة أن روسيا ماضية في ضم مناطق أخرى وأن أوكرانيا ليست موجودة على الخريطة، هذا يعني كأن هناك رسائل تريد أن ترسلها روسيا ليس فقط لأوروبا وأمريكا، للشعب الأوكراني رسائل موجهة أنكم أصلا لستم على الخارطة وليس لكم وزن ولا وجود ولا حضور. هذا يغذي موقف الداخل الأوكراني الذي سيتماسك أكثر والذي سيصمم على الدفاع عن وحدة وسيادة أراضي، على اعتبار أن ما كان يسمعه أن روسيا تريد ضم أقاليم أربع أو حماية بعض الناطقين باللغة الروسية الذين لم يثبت أنهم كانوا يعني يتم تصفيتهم أو إبادتهم أو غير ذلك، كان التمييز موجود في المناطق الشرقية كما هو في المناطق الغربية، لكن إلى حد يعني ليس خارج عن السيطرة. أنا كنت أتكلم اللغة الروسية في المناطق الغربية وهي المناطق القومية الأوكرانية الأكثر حفاظاً على وتمسكاً بالحديث باللغة الأوكرانية ولم أجد ذاك التمييز، وبالمقابل تكلمت اللغة الروسية أيضاً في المناطق الشرقية المحتلة حالياً وهي الدنباز أيضاً ولم أجد ذاك الإخصاء أو القتل أو التهديد أو الخطورة على المواطنين. فبالتالي نعود إلى المسألة الأساس وهي هل يمكن لأوكرانيا أن تتخذ موقف جديد؟ هل يمكن أوكرانيا؟ نعم أوكرانيا تتخذ ذلك بناء على موقف روسيا. من الذي شن الحرب حسب نظرة أوكرانيا هو روسيا، ومن الذي دخل أرض الغير هي روسيا. إذن لو قامت روسيا بانسحابها من الأراضي والجلوس للتباحث حول الضمانات، هذا سيعزل الدول الغربية أو الدول التي تتهمها روسيا أنها هي التي تغذي الحرب وهي التي تريد أن تستنزف روسيا بشكل أكبر. الأمر واقف كما قلت من قبل على القرار الروسي، فروسيا دولة جوار دائم كما هي حال وحال أوكرانيا، فهل ستتخذ روسيا قرارات جديدة أم أنها ستبقى في مزيد من التهديدات بضم مناطق جديدة؟ هل يقبل المجتمع الدولي أيضا أن تستمر هذه التهديدات الروسية؟ طيب. ليس فقط ضم أقاليم بل حتى عندما يقال أن أوكرانيا لابد أن تزال عن الخريطة. طيب أنتم تقولون بأن المبادر يجب أن يكون هو روسيا، هي من يجب أن تبادر أو تتراجع عن يعني عن وجودها بهذا الشكل داخل الأراضي الأوكرانية. سأرى إذا كان الأستاذ رضوان القاسم يتقاسم معكم نفس الرأي. من يفترض أن يرسل ربما إشارات بخصوص الجنوح إلى التسوية؟ هل فعلا أو إلى مسار سياسي ينهي الحرب؟ هل روسيا برأيكم أم أوكرانيا أيضا التي ما يزال رئيسها لا يتحدث إلا تصعيدا فولوديمير زيلينسكي، وأيضا يقول بأن مسألة الانضمام إلى حلف الناتو هي ما تزال قائمة وهي مسألة وقت، ويصعد كلاميا يعني في مواجهة روسيا؟ كيف يمكن أن توجد أرضية الجلوس إلى طاولة التفاوض؟ يعني مع احترامي وتقديري لشخصية الدكتور أبو الرب الذي أحترم رأيه وأقدره وخاصة في موقفه، أكيد يعني هنالك مسألة واضحة جدا في هذا الموضوع،
يعني لو عدنا قليلا إلى الوراء وعدنا إلى اتفاقية مينسك، من الذي أخل بهذه الاتفاقية؟ هل الروس أم الأوروبيين؟ الأوروبيون أنفسهم وقادة الأوروبيين أنفسهم، على سبيل المثال الرئيسة أو المستشارة الألمانية السابقة السيدة ميركل والرئيس السابق الفرنسي، عندما قالوا نحن كنا ندعم أو بالأحرى نلهي روسيا في هذه الاتفاقية لندعم القوة الأوكرانية حتى تستطيع مواجهة روسيا، هم يقولون هذا. يعني هذا ليس الكلام لا مني ولا من الدكتور أبو الرب ولا من أحد، هم أنفسهم الذين كانوا مشرفين على هذه الاتفاقية. من ذهب إلى أوكرانيا ليقول لها تعالي إلى حلف الناتو وكوني عضوا؟ من يريد وضع صواريخ أمريكية وقواعد عسكرية أمريكية في أوكرانيا؟ هل الروس هم من هاجموا أوكرانيا أم أمريكا وحلفائها من حلف الناتو ذهبوا ليكونوا على أبواب الكريملين؟ يعني خلينا نتحدث بالمنطق، هل يمكن لروسيا أن تقبل أن يهدد أمنها القومي؟ بالتأكيد هذا أمر مستحيل. أضف إلى أنهم أدخلوا أيضا السويد ويعني الدول المحاذية للحدود الروسية أدخلوها إلى حلف الناتو، يعني يريدون تطويق روسيا، يريدون تفكيك روسيا، وهم من انقلبوا على النظام في كييف، هم من أوعزوا إلى الحركات في الداخل الروسي للانقلاب على القيادة الروسية. كل هذه المسائل تجعل من روسيا في حالة قلق من هؤلاء. لهذا السبب الحل بسيط وبسيط جدا، اصلا كان لا يمكن ان في جمله لو سمحت استاذ رضوان القاسم داهمنا الوقت، في جمله ما هو الحل من وجهتنا؟ جمله واحده، يوقفوا دعمهم لاوكرانيا، الامريكيون والاوروبيون يوقفوا دعمهم لاوكرانيا خلال ايام او اسابيع بسيطه، حل المشكله وتقف عند الحدود هذه ويعود كله الى حالته الطبيعيه وتعود حسن الجوار فيما بينهم. شكرا جزيلا لك الاستاذ رضوان القاسم مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجيه، كنت معنا من برلين. اشكر ايضا ضيفي الأستاذ عماد أبو روب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، كان معنا من كييف، والحوار سيتواصل على شاشة قناة ميديا ان تي في بخصوص هذا الموضوع. شكرا لكم مشاهدينا، أنتم أيضا على طيب المتابعة وعلى الوفاء لقناتكم ميديا ان تي في. نلتقي في مواعيد إخبارية لاحقة في رعاية الله.